عليك يا معود. راح تسقط الطيارة يا تسقط. اهبط 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 راح تسقط الطيارة. جهز نفسك عباس قدامنا زي تقدمون علينا بارك الله فيك. وين الله الله فجر ها شنو يلا بسرعة روح روح اسرار والله صوت طيارة والله 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 عاش. ملازمة وايسي تسمعني؟ اسمعك فقدت السيطرة ملازمة وايسي. شنو السالفة شنو السالفة؟ دير بالك دير بالك يا معود. راح تسقط الطيارة يا تسقط. اهبط 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 اهبط. عباس جهز نفسك عباس جهز نفسك. جهز نفسي. اسماعيل كض نفسك يا معود. اوه ها شنو صار؟ شنو لا اله الا الله شنو محمد رسول الله. سيطر عليها. ماكو سيطرة ماكو سيطرة. راح تطيح راح تطيح الطيارة راح تطيح راح تطيح راح تطيح. الله اكبر. تعال عباس تعال تعال هذا كرام تعال تعال سحبه 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 ايدك طيدك ايدك 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 عدرقيت ايدك. الحمد لله على السلامة. ما بك شي ما بك شي ان شاء الله. درقيت تعد 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 جيب له ماي جيب له ماي جيب له ماي جيب له ماي جيب له جيب لي تعطيني تعال هاي رجله صاير بيها. لا يا الله ان شاء الله ما بيك شيء ان شاء الله ما بيك شيء. لازم الكراش هنا دول عناصر قدامنا زي تقدمون علينا بارك الله فيك. وين هي قدام بالضبط. لازم سوايسي خذ موقعك. شنو اي والله لازم كرار توا جاي يمشون بطريقتهم جوله تفقديه ولازم سوايسي. شنو شنو حاج 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 العمليات بارك الله فيك. لا سلكي انكسر عندي ما تعرف من طاح ثاني. لا سلكي انكسر عندي حتى هذا ماتي انا ما جاي يشتغل خربان. بس اللاسلكي اهم شيء الرئيسي مالتنا انكسر عندي اللونج رينج انكسر. والحل شلون معود ذول جو علي جاي يزدادون كلش. شو نسوي مو لازم سبايسي اعطينا حل. ما ادري شنو قوه اقول لك عندهم اليات عباس عندهم اليات. لا بس حاليا بس مشات. معقوله ما عندهم اليات ولا تكرار ناخذ اللون مالتهم. اكيد اليات البيع عندهم لاسلكيات اكيد انه القائد مالتهم يتواصل ويا يعني بقيه القاده. واحنا ثلاثتنا ناخذ اللاسلكي مالتهم ذاتهم كل شيء وجاي يقدمون علينا راح يصحونا. لو نموت لا نعيش. كرار لازم كرار احنا ثلاثة شبيك شو تحكي الصدق انت؟ عارف يعني شنو الموت؟ نظل هنا نموت من الجوع وال لازم نجرب ولازم سبايسي لو نجرب ونقتحم لو لا. بعالياتهم فارين الدنيا كلها يعني منين نروح؟ ولازم سبايسي انا اقول نتقدم على المدينة ونشوف وين البيت مال القائد مالتهم. اكيد هم جايعتهم بيت هنا. فروح نتسلل إلى لازم هيك. بارك الله بيك. اسحف اسحف. تعون شو اسمه؟ شوفك مجموعة راحت منا ومجموعة رجعت. هذول طالعين حملة أكيد راح يجيهم فتشيلو هاي أكو شيء مهم. أكيد سمعوا أكيد سمعوا بو الطيارة من طاحت وجاوا لهنا لأنه مو بالعادة. أكيد وصلهم إخبارية إن الطيارة وقعت هنا. قدم تعال تعال ما دام افترقة يلا 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 تعال تعال ذيك المجموعة الثانية راح ترجع بسرعة 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 بسرعة. لحقهم لحقهم لحقهم. لا 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 يلا يلا بسرعة بسرعة ما حد باور ما حد شاف. طب طب للبيت اقتحم. صوت صوت يبار صوت يبار. لا يطلع حد موجود. ظلهم ظلهم ظلهم. طب 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 ولك طوب ولك زين البيت هذا عايفين اهله ماكو حد. اي والله حتى غرام تربايك تربايك تربايك. اصعد عباس عارف عباس اصعد. والله والله سمعك عادي والله. بقولك قدامنا عارف عارف شوفهم من الشباك
وضعنا كلش خطر. نص صوتك لا يسمعوك. افتح الباب، افتح الباب. لا تفتح الباب، ذولا قدامني. انت مخطط؟ شنو نسوي؟ وينهم؟ هذا ذولا ثول جاي يتمشون. هذا شوف، هذا واحد. لك هذا واحد. انبطح. اسكت، لا حد يتحرك شباب. ترى هم ترى البيوت هاي مهجوره، يعني اهلها عارفين ان راحوا، يعني اي حركه يسمعونها. هذا الثالث، هذا الرابع فات منا. يا رابع مغارات الكامل، يا رابع انت تحسب بيهم. يلا يلا بلازم كلام، يلا تعال تعال قدم. يلا لك ما يمكن قريبين، ترى هم مو بعاد، ترى علينا، دير بالك. قدم. بقول لك هاي البنايه خلص على البيت تاعته. عارف عباس تسمعني؟ خلص على البيت. عارف عباس واضح اسمعك. صعد بهاي البنايه، هاي البنايه الهيكل هذا واضح؟ لازم لا تعالي ولازم سبايس. بس على البناية بسرعة بسرعة بسرعة، إجراء سريع. واضح. ماكو واحد على الشارع، ماكو واحد على الشارع. تباك. شو راح يسمعنا عباس؟ شاور له أو شو نسوي له؟ هذا ذاك وجه يشوفه، ذاك وجه يشوفه. تمام. خلنا راح استكشف أنا، أوكي؟ عباس تسمعني؟ ما يسمعك. وين يسمعك يا معود؟ وين يسمعك؟ لا يسمعوني. هاي جي اشرناني. اوكي. بس قام يسوي شغله غلط، هذا متهور عباس ترى. اروح حاجي يعني؟ ما يتهورش. خلي اشل عباس. بالناظر. ايش فيك ما تسمعني؟ الله! فجر! هاي شنو صار؟ عباس! بلاش عباس، امشي له يا معود. يا معود تعال اجي. عباس بوي وين رايح؟ تعال عباس فجرت علي. معود تعال شوفه. الله عباس اخوي. عباس اسمعني. شنو امي منو مسمعنا؟ طلع امشي تعال طلع، بس تعال سحبه، تعال على ايدي. ايش فيك؟ ولازم كلام. ما اعوفه. لك اسمعني. شنو؟ راح يجون شبيك؟ طلع عباس يلعب هناني. عوفة امشي. شنو الصوت؟ راح يجونك. امشي راح يجون. امشي. شو وين اروح؟ امشي راح يجون. امشي. باي باي. الله وياك. بسرعة. لازم كراشين عوفة هنان احنا. امشي. انا. لازم كرار، يمكن دول يجون. من هنا. انت يا انت الجو دول ملازم كرا. منو؟ لك اطلع. احكي انت منو؟ رجالي لك من هنا اطلع. الله تخسي. ارفع ايدك واطلع يلا حيوان. حاول اذا تقدر تدخل. لك اطلع. احش راسك بس تدخل. عباس ولك ما يطب روح عباس لاخر لحظة. طبوله شباب، طبوله. كتل نفسي ولازم كرار. لازم كرار. شو نسوي؟ امك عباس. الله بطل. لاخر لحظة كان يحكي عليهم. لك والله ضحى بنفسه وما يعني ما قبل يطلع بنفسه. شو اقول لاخوه؟ انا هذا اخوه وصاني عليه. شو اقول له؟ هذا واحد هنا قتلة. اصبر اثنين ثلاثة اضرب. يلا بسرعة روح. سمعونا. عوفة يا معود. سال ناخذ ثار عباس. اذا اخذ ثار عباس فجر علينا يا معود. لازم ناخذها، ماكو حل ثاني. وراني والله. ذولا والله. الله. بسرعة اشرد. وراني جو ذولا جو وراني. الله. شو نسوي؟ بس فهمني وين اروح؟ ما خلاص ما راح نشرد. نموت اليوم. نطب بهذا المعين نقاوم؟ لا يا رب
كرار، لازم شفنا بيت البيت بي، لازم كرار. شوف لك بيت، شوف لك بيت على السريع يلا. ترى السيارة انضربت من ورا تدري؟ ماكو ما بي والله ما لقيت مال بنزين. هاي البيوت قدام. بس شلون لا لا لازم نخليهم بعيد علينا، شلون نهبطهم بعيدين علينا لو ما بعيد علينا؟ شوفهم شوفهم. ورانا مباشرة لاحقيني. بعيدين لازم نبعد عنهم، شلون نطب البيت؟ احنا ما يدهم يتبعونا. لك السيارة توقف بينا ويصير بينا عمل. بلكي هسه بلكي نقدر نشردهم. بلكي بلكي حشردهم، انا حشردهم اكيد اكيد. الله الله انزل انزل انزل، هاي وقفت السيارة. انزل خراب انزل. تعال تعال تعال. ما اقدر بعد، ما اقدر والله ما اقدر. وينك يا بابا؟ وينك تعال؟ لك السيارة لازم كرار بعد، ما نقدر. ذولي شافونا، ذولي هذولي شافونا. موت خراب، متنا احنا اليوم. احنا مالنا حال عباس، راح نموت. انا قتلته قتلته يا لا سلك ما جاي يشتغل، استغفر الله. صوت طيارة، صوت طيارة. لازم كرار، اجت الطيارة مو لازم اول كرار. والله صوت طيارة، والله 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 والله. لك عاش. والله صوت طيارة عم يدرو، والله دروا بينا هنا. خلنا نرميهم على ما يعرفوني. والله اجوا حينقذونا مو لازم اول كرار. ان شاء الله ان شاء الله ينقذونا. ايش قلت لك اني؟ والله اعطيهم موقعنا. ماكو سموك عندك تذب لهم شيء؟ تذب لهم سموك؟ شافك 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 الطيار، شافنا والله. الحين ينزل بالج، بدا ينزل. يلا يلا جيت 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 وراك. بس على بس على بس على بس على بس على بس يلا بسرعة. اوف 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 بس على بس على بس. يلا يلا انطلق انطلق. والله عايز ابك. والله والله بالطيارة بالطيارة عايز اضرب صاروخ، عايز اضرب صاروخ. انا توفى مو لازم عارف عباس الله يرحمه. انت بخير انت؟ الحمد لله الحمد لله بخير اني. محنة اليوم والله العظيم محنة. شلون طلعنا احنا؟ شلون طلعنا عايشين؟ الله الله رب العالمين وياني. انا قلت خلاص بعد هاي اخي اخير شيء بحياتي هذه. والله حتى ما اعرف شو اقول، ما اعرف شو احكي. اي والله الله يساعد كل الشهداء، الله يساعد كل انسان استشهد وشاف هاي المعاناة. يعني اللي شفناها احنا اليوم يعني يقول الله يساعدهم اللي شافوا هاي المعاناة واستشهدوا يعني. والله يصبر اهالي. اي والله الله يرحم الجميع يعني. لو هم هاي دماء الشهداء اللي ضحى واللي هاد ما كنا اليوم احنا نعيش، ولكن اليوم نصور هذا التصوير اللي احنا جاي نشوفه يا شباب. الله يرحم الجميع. يلا لهنا طبعا لهنا خلص اليوم، انتهت مهمتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.